Velkommen til Ålesund og AFK. Hvordan ser dine første dager vært? Nhar l-ewwel ديالي داز زوين وشكرا على الترحيب ديالك. Du har vært med på din første trening i dag. Hvordan gikk det? بالنسبة لي أول تدريب كما كتعرف النهار الأول ديالي غادي نبدا ندخل بشوية بشوية مع السيستم ديال المدرب وكيف نبدا نعرف لي جوار وداك الشيء. بالنسبة لي أنا ما لقيت صعوبة كبيرة غير خاصني واحد شوية ديال لي كونسونطراسيون ودغيا إن شاء الله غادي نساجم مع الجروب. كولاس فيل دو بسكريف داي شول سوم باشون و سبيلر. بالنسبة لي أنا شي حاجة اللي كالم بالنسبة لي لهاد المدينة ولهاد التيران وداك الشيء في صالح أنني نقدم هاد المردود اللي في المستوى إن شاء الله. كاسينس دو يوم ستاديون و كونست كراسا كاينين فايت مني أنني لعبت في تيران اصطناعي هذا في واحد الكاليتي اللي زوينة. بالنسبة لتيران تيران زوين مجموع يكون في واحد الجو زوين نهار الماتش هادشي كامل ان شاء الله غادي يخليني انني نكون مرتاح باش نقدم واحد العطاء اللي يكون اللي يرضي عليه الجمهور هذا الجمهور اللي كيتسناني ولا الكلوب. ايرو سبانت بو كول دا نورسكي فوتبال ني تقريبا ملي بداو المفاوضات ديالي بداو المفاوضات مع الفريق بديت كندخل لي فيديو وكنشوف بزاف ديال الحوايج تقريبا عرفت بزاف ديال الحوايج اللي ساعدوني قبل من نجي هنا. لك تيل فيدرا قال لك حظ سعيد. شكرا لك.